مكة الهناوي أنا معنا، نحيا الهنا معنا، نرسم طريق الخير. مكة الهناوي أمان، حبيبة الرحمن، هنا ربيع النور يحلى بها رمضان. شبابنا معنا، نحيا الهنا معنا، نرسم طريق الخير. ومكة تجمعنا، ومكة تجمعنا، مكة الهنا وأمان. إسحاق وتقول زعتر، معلش. ربنا اعطنا في الدنيا خلاص انتهى، واجعلنا نجاح حسناتك يا رب. اياك يا قلبي، ممتاز، الله يكتب لك الاجر. والله انا والله مره ماني جيعان، بس هذه الفواكه شكلها هي اللي والله من جاب هذا؟ تميز، كل شيء مغري، الرب ريالي مغري يا شباب، كل يوم تجيبوها. انا انسان مدمن، يعني انا احب هذه سلطه الفواكه. مدير هذا سمك، اذا كانت يوميه طبعا جمبري، بس خلاص سمك، انت جيب سمك. صح والله ابغى شيء خفيف، انا جيب كل يوم هذا سمك دائما. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا سلام، حبك طيب، شيء خفيف. والله العظيم شوف حبيبي، العصيده ذي مدري ايش هي، اخف حاجه البرياني، الروبرياني، الروبيان. المشكله هذا الوحيد اللي انا اخف حاجه هذه الفواكه يا قلبي، لا يعني من البروتين قصدي. يا عم يقعدوا كل الصح النفس، لا لا عشان الكل يقدر ياكل. يا ربي اسحاق جيب صحن، اسحاق صح زيك سمسم هذا زي كذا صحن، هذا هو. معليش هذا معليش من بديع مولى. طيب طيب عليك انا كنفيوز، معليش فيوز. ها ها معليش ما ادري صح، اليوم احس فيني كذا عرق يعني شامي. عيال هنا في سلطه فواكه ترو، والله ما ادري ايش كانت اليوم الطبخه. رز بالتونه. اوه زبطت امه. لا لا هذه حصين على اهل السفره. يا هلا يا هلا السفره هذه ابو طرفه، هذول اللي كان يجلس عند المسجد اهل السفره. الله يعيك، اجيب عيد اصلا شو الصح. فهد طرفه بمعنى النكته يعني، ولا في معنى ثاني؟ يا سيدي انت طول امتحنتنا بالجسم الصحيه، طلع من المستشفى. انا قاعد اطبق اشرب عصير عنب قبل النوم بثلاث. والله يا مرعي الشيء اللي سويته انت ماسك في البطن لحد الان، اكلنا اربع لقمات بالصلاه على النبي. بكره بيجي والله، انا اول مره اكل منها، انا اربع ايام شفت تقعد في بطنك، بتبيت اربع ايام. اتوقع اتوقع الجواب لغسيل معده بكره. والله جلست عند التوراث الله يكرمك، ماني قادر اتحمل. داخ والله داخ، الله يسامحك. والله تنحت الى متى بكره؟ يا شيخ عبد الله 9:30 12 مسندر عندك تفضل ان شاء الله. لا لا قلت لك انا رحت النماص هناك الجنوب، اوف ابو عبد الشهري سواها لي مره، امه والدته الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير ابو عبي. اي والله حبيب الشعب. طب اجيب كرسي ثاني الله يحييك. اول مره احس اني من جد قاعد